يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم بالقرآن الكريم يا فتاح. Sama-sama yang semangat angkat tangannya mohon pada Allah agar dibuka hati kita untuk kebaikan mengamalkan Quran, diberikan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. يا إله المعبود ذي التفضل والجود جد لنا بالمقصود بالقرآن الكريم. Suaranya semangat. وبلوغ الأمال وصلاح الأحوال والقبول والإقبال بالقرآن الكريم. صفاء الأسرار وتوالي الأنوار وامتداد الأعمار بالقرآن الكريم. علمنا وانفعنا وبه فارفعنا واهدنا واجمعنا بالقرآن الكريم. وفقنا للخيرات واتباع الآيات في جميع الأوقات بالقرآن الكريم. أنت رب الأرباب والغفور التواب تب على من قد تاب بالقرآن الكريم. يا مسبب أسباب يا عزيز يا تواب إننا لك طلاب بالقرآن الكريم.